السلام عليكم ومرحبا بكم في كوزينات مونيا. اليوم غادي يكون الفيديو مختلف شويه. اليوم غادي نشارك معكم فتح هديه هدتها لي اختي الحبيبه صوفيا اللي كنوجه لها التحيه. كما كتشوفوا هذه شويه اللحوم والخضار. نوضع البطاريات ديال نظام تهوية الفحم بالأكسجين. نشعلوا شوية الفحم فوق البوطة. بعد ما زندنا العافية وضعوه مع الفحم غير المشتعل. ثم نشغلوا المروحة. كما تتلاحظوا الفحم كيشتعل بسرعة بدون ما نشيو عليه بشي غطايات الجميلة ولا مهم بشي حاجة تبصيل ولا مهم. واحد تحذير مهم جدا، هاد الشواية او اي مجمر ما خاصوش يتوضع في شي مكان مغلق، خاص تفتح النوافذ ولا نحطوها في البالكون. من بعد ما زندنا شوية الفحم نضيف شرائح اللحم. بغيت نقول لكم واحد ملحوظة مهمة جدا، إلا كان اللحم ما كيتقطرش الماء أثناء الشواء فهذا تدل على أن اللحم الجودة ديالته عالية جدا والعكس صحيح. هذه هي النتيجة ديال شواء اللحم على هذه المشواة الرائعة. كنجدد الشكر ديالي للأخت الحبيبة وكذلك لكم كاملين وعلى متابعتكم ودعمكم ليا. وكنسأل الله عز وجل
أنه يرزق الفقراء والمحتاجين في الدنيا قبل الآخرة. فصراحة تعز علي قلبي مني يعني مني تنشوف فقراء محتاجين. شو هنقول لكم صراحة يبقى فيا الحال الله يكون في عونهم صراحة. فيسمحوا لي لهذوك الناس اللي تيشوفوا الفيديو واثر فيهم فيسمحوا لي بزاف يعني عن غير قصد. وتنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم. واللي مازال ما مشتركش نتمنى يشترك الان ويفعل الجرس باش يوصلكم كل الجديد ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.